الديوان الوطني الأراضي الفلاحية راه يسير أكثر من 4 ملايين هكتار، يعني أكثر من 50% من الأراضي الفلاحية اللي السيد رئيس الجمهورية يعتمدها كعمود فقري للنهوض بالاقتصاد الوطني. الديوان الوطني الأراضي الفلاحية هي كامل الملفات العالقة اللي هي 30,000 ملف اللي درنا 40 ولاية باش يصنع واللي تكلم عن تسوية الملفات. وأشكر ثانيا المدير العام الوطني اللي أعطى التعليمات الصارمة لجميع المدراء الولايات باش يمشيو في الطريق. السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يعمل معنا باش الديوان الوطني الأراضي الفلاحية يكون آلة اللي تفعل وتعطي الروح للاستثمار الفلاحي بصفة حقيقية. اليوم ما راهيش نقطة في بلادنا، عندنا القطريين، عندنا القطرة، هذا كامل من جهد الجميع ولازم نكون قانع. كما رانا اليوم هنا سيرتو مدراء املاك الدوله رانا نعملوا معهم، معظمهم نعرفهم، حنا تاكلين عليهم باش نشوفوا عمليا الرقمنه. لا بروف توت الور الى ديكلاري اوفيسيلمون لو دي جي بلي الرقمنه بدات مع الديوان الوطني الاراضي الفلاحية. التفتح الفلاحية عنده مهمة واحدة هو الإحصاء. اليوم لازم نعرفوا ما هي الأرقام الصحيحة تاع الأراضي الفلاحية، واش من الغلة اللي راه تجيب. ما نقدروش نعتمدوا غير على الأرقام كيما رانا هنا اليوم. حنا سير اللي في كل ولاية اليوم الله يبارك اللجنة مكبرة، اللجنة اللي على القطر الوطني. حضورنا اليوم باش نجسدوا طريقة العمل باش تكون موحدة، ما نخافوش ولا درنا غلطات. اليوم حنا اللي رانا هنا باش نشوفوا كم من الغلطات اللي درنا كيفاش نعاودوا. أو غادي ماري سور اون بون باز، أسوار اون بون بوليتيك أغريكول. سا نوتر بريزونس أجوردي أو نيفو دو لا ولاية دو عين تيمو شوش، سي دو سوسو كريتيكي. لازم نتقبلوا النقائص اللي كانت عندنا، كيفاش رانا رايحين نديروا الخطوه النوعيه. سيد رئيس الجمهوريه هذه الخطوه وهذه اللي سماها الجزائر الجديده. الجزائر الجديده نديروا لها اساس، ما لازمش نتلعبوا بالارقام، ما لازمش نتلعبوا بالحقائق. ما فخر علينا انا كمدير عام الديوان الوطني الاراضي الفلاحيه نقول دائما اللجنه الولائية، اللجنة الوطنية هي الروح تاع الرقمنة، هي الروح تاع الفلاحة. بلا بينا كامل لي ديسيزيون كي طون نو بوف افوار ديفي بوزيتيف كافيك فو زونجاجمون كافيك فو زاكت سي لا كونفيكسيون. اجوردي اون شونج ابري لاب. اليوم رانا نحوسو نوضو الروح تاع الجزائر، الغيرة تاع الجزائر. وأساس الغيرة هو الاستثمار الفلاحي. باش نكون في أضرار مدينا عقود امتياز، بصح عقود امتياز ما هو إلا ورق. المستثمرين قلت لهم مسكنتوما الرجال ويتكل عليكم الرئيس الجمهورية باش لي سيلو لي زونجار يتعمروا بالقمح. دونك لونجاجمون يفو كي سوا مانيفيستي. سي سا كون روشيرش دون لالجيريا. Parce que 54-62, c'est le vrai Algérien, les derniers noms sont français. L'IOM, l'Excusez-moi, le Filahi, ou Adjilal. Et la première conviction, c'est le cadre algérien. Là, on a dit que le Moustapha, le Filahi, il trouve le Djalou, 55 Daraja, 60 Daraja, pour qu'il dise l'Excusez-moi, le Filahi. Est-ce que le cadre est dur, le Moukou d'Imtiaz pour qu'il tire profit de toutes les décisions de notre président. La CSA, ou Abha,
كامل الآليات موجودين باش المستثمر الفلاحي ولا الفلاح، أنا كي نتكلم عن الفلاحة نتكلم عن الفلاح الصغير والفلاح الكبير. باسكو السياسة تاع السيدي الرئيس السعودية ما دارش واحد القرار. كامل التزاريين كامل يحلوا باش يستثمر الفلاحة. أونكور أون فوا جو ميرسي سيمون تو لي جون كي سون بريزون. إن شاء الله بيكم تطول الجزائر. بيكم يتطور الاستثمار الفلاحي، بيكم المستثمرين الفلاحيين الجزائريين ولا اللي راهم في الخارج يأمنوا بلي كاينه السياسه الاستثمار الفلاحي. اجور ميرسي.